كريم بيدخل السجن وفضيحة كبيرة الفلك في المجمع. تابعوا تفاصيل الأحداث وعرفوا الحكاية قبل عرضها على التلفزيون. في البداية فلك بتحاول تستجمع قوتها وبتروح كبديلة لجوزها في اجتماع بتاع المجمع، وكانت فيه طبعا ألمع، وبتقول ان هي السبب في كل اللي بيحصل من تحديثات في المجمع، وان هي كل دي افكارها، وان ألمع بس كانت بتنفذ الافكار دي. طبعا ألمع ما قدرتش تتكلم وكانت مصدومة. بتعزمهم في حفلة راس السنة عندها في البيت. الحفلة بتبدأ، جويل بتقول لفلك ان هي رجعت قوية زي الاول وانها عرفت باللي حصل. اما بالنسبة لي كريم كان دايما عينه على الباب، بتيجي ألمع بتتهرب منه، بيمشي وراها وبيقول لها تهربي ليه، انا عايز اتكلم معاكي. بياخدها في جنب علشان يتكلم معاها، بيقول لها ان هو فهم ان هي خلت خالد حبيبها علشان خاطر موضوع الزرار بتاع البدلة اللي نساه عندها، واضطرت تكذب على البنات علشان خاطر ما تفضحوش قدامهم، وانها ملهاش حبيب ولا حاجة. حاول ان هو يقرب منها، والخدامة بتشوفهم هم قريبين جدا من بعض وبتتصدم. وساعتها فلك كانت مشغولة مع الناس اللي كانوا لسه جايين الحفلة، لكنها كانت كده كده هتطلع وتفتح عليهم الباب لولا الناس دول جم. الشرطة بتروح على الشركة بتاعت كريم، بعد كده بتروح علشان تعتقل كريم من بيته، والكل طبعا بيبقى مصدوم جدا. بيدخل البوليس وبيقبض على كريم وبيعتقلوه بسبب الشكاوي اللي الناس اشتكتوا بيها والفلوس اللي اخدها من الناس وما رجعهاش. بيروح معاهم. الكل طبعا كان مصدوم، فلك ما بقتش عارفة تعمل ايه، فضيحة كبيرة جدا قدام كل الناس. كريم بيفتكر وهو صغير لما كان مسافر ومحدش كان معاه، لان طول عمره عايش لوحده بابا وما. بيروح على السجن وطبعا مش بيقدر يتكلم، كان ساكت طول الوقت. فضيحة كبيرة بالمجمع، الكل في المجمع بيتكلم عن الفضيحة اللي حصلت في بيت فلك، وان الشرطة جات واخدت كريم من بيته، وفضيحة كبيرة الفلك اللي مش هتقدر ان هي توري وشها للناس. وطبعا فلك كانت فعلا محبوسة في الشقة وقافلة على نفسها، مش بتفتح لحد ابدا. بتجيلها واحدة علشان تطمن عليها، مش بترضى تفتح لها، ونايلة بتيجي وبتقولها افتحيلي، انا نايلة، انا لوحدي، انا عايزة اطمن عليكي، افتحيلي، انا عارفة انك جوه، العربية بتاعتك بره وانتي قافلة على نفسك ومش عايزة تفتحي لحد، بس انا مش اي حد. وطبعا فلك مش بتوافق ابدا ان هي تفتح لها، وكانت مستخبية علشان توهم الناس ان هي مش موجودة بسبب الفضيحة اللي حصلت. بنلاقي بعد كده ألمع. ألمع اللي كانت متوترة جدا بسبب اللي حصل لكريم، وكانت بتفتكر في كلامه لما قالها ان هو في مشكلة وفرطة كبيرة جدا، وان هو ممكن يسجن في اي لحظة. حاولت ان هي تساعده، اتصلت بروي وقالت له البنت الصغيرة اللي كنت عالجتها قبل كده في المستشفى بتاعتي، اللي هي يبقى جدها مدير امن كبير. قال ايوه صح انا افتكرتها صح. ده حتى جدها كان خايف جدا عليها وقلقان، فاكره؟ قالت له روي انا مش بتكلم معاك علشان خاطر نفضل نحكي، انا بتكلم دلوقتي علشان حاجه مهمه، تقدر تجيب لي رقم البنت دي او رقم اي حد؟ قال ايوه طبعا، بس مش معايا دلوقتي، موجوده في المستشفى كل البيانات والارقام. قالت له خلاص انت قريب، روح وبعت لي الرقم. وبالفعل بيروح روي وبيبعت لها الرقم بتاع مدير الامن، وبتروح وبتقابله، وبيبقى طبعا يعني مبسوط لما يشوفها لانها ساعدت حفيدته كتير، وكان عايز يقدم لها اي خدمه. قالت له الخدمه هو ان واحد من اصدقائي تم اعتقاله، وانا كنت عايز اعرف كل البيانات عنه، ده طبعا لو ما كانتش عندك مانع، لاني حابه اني اساعده. هنشوف بعد كده ازاي ألمع هتقدر تساعد كريم وتطلعه من المحنه دي. ونسيت اقول لكم كمان ان جويل اتخلت عن فلك وما راحتلهاش ولا مره بعد الفضيحه اللي حصلت لفلك في المجمع. وطارق قال لها روحي شوفي فلك دي مهما كان صاحبتك، قالت ان هي مش بتفتح لحد، ودينا قاعدين لما نشوف اخره الفضيحه دي. اخره الفضيحه دي ايه؟ اما مدير الامن اللي راحت له ألمع بيديلها المعلومات اللي هي عايزاها والملف، لكن مش بتفهم حاجه. بتقول ممكن تساعدني؟ قال لها ان كريم موجود هنا بسبب ان في ناس مبلغين عنه ان هم اخد فلوسهم، وان الشركه بتاعته نصابه ومحتاله. بتتصدم. بعد كده بنشوف نايله قلقانه عايزه تطمن على فلك، لكنها ما فتحتلهاش الباب. بنتها بتطمنها، بتقول لها في حاجه؟ قالت لها لا خليكي هنا مع اخوكي، انا هروح الشركه وهاجي. بتدخل الشركه بتلاقي حطام، واخدين كل الاجهزه والمكان متدهدل والاوراق على الارض، مش بتلاقي حد هناك غير اياد. وبتساله ايه اللي حصل ده؟ رد وقال ان هم اخدوا كل حاجه.
لكن في حاجة لسه في إيديهم يعملوها علشان يساعدوا كريم، إن الجهاز بتاع كريم لسه موجود والأوضة مقفولة برقم سري، وإياد كان عارفه علشان كده فتحه لنيلة ودخلوا هما الاتنين، يمكن يقدروا يساعدوا كريم بأي حاجة. بيبدأوا الجرد عشان يعرفوا العملاء باللي حصل، وبتتفاجئ إن لؤي كان حاطط فلوس هو كمان هنا، مش عارفين يعملوا إيه ولا عارفين مصير الشركة. بتجيلها فكرة إنها تتكلم مع عميل مهم قبل كده كان شكر في شغلها، يمكن يساعدهم في حاجة. جويل بتسأل طارق إيه اللي ممكن يحصل، قال لها إن فلوس الناس كلها كانت عند كريم، والله أعلم ممكن يعمل في إيه. فرق لوحدها متوترة خايفة جدا من اللي ممكن يحصل، قافلة على نفسها ومش بتفتح لحد. ألم بتاخد المشروب بتاعها من المكان اللي بتروحه دايما، وطبعا مش بتلاقي كريم هناك كالعادة، لكن بتشوف ناس كتير بتتكلم عن كريم، بتقول قد ايه ان هو نصاب اخد فلوسهم ونصب على كل الناس. بتتضايق وبتمشي. الستات كلهم بيتجمعوا عند بيت فلك، بيقولها اخرجي احنا عارفين ان انت موجوده عندك، احنا عايزين فلوسنا، انتوا نصابين هرميه اخدتوا كل حاجه. الما بتيجي علشان تطمن على فلك، وتلاقي البنات بتفضل تهديهم، بتقولهم ما ينفعش اللي انتوا بتعملوا ده، دي برضو فلك صاحبتكم اللي ياما وقفت جنبكم وساعدتكم. وبتحاول ان هي تهديها وتقول للبنات امشوا من هنا، ما تعملوش كده في صاحبتكم، انا كلمت مدير الامن ووعدني ان هو هيدور على كل المعلومات ويشوف ايه اللي حصل بالظبط في موضوع الفلوس بتاعتكم، لكن كريم ملوش ذنب ولا فلك كمان، فلك صاحبتكم ما ينفعش تعملوا فيها كده، وكمان عندها بنت، عيب انكم تتجمهروا كده قدام البيت. البنات بيسمعوا الكلام وبيمشوا. الما واقفه قدام الشباك بتاع فلك، فلك لما بتشوف طبعا اللي عملته، كانت متوتره جدا في البدايه، كانت بتحط سماعات في ودن بنتها علشان ما تسمعش اللي بيحصل. بعد كده بتلاقي نفسها بتفتح لألما، وألما بتصبرها وبتهديها وبتاخدها كمان في حضنها وبتقولها طمني. لكن فلك كانت مصره تسيب البيت ده بسبب الفضيحه اللي حصلت، قالت لها ألما هتخرجي ازاي، مش هينفع طبعا تسيب المجمع، المفروض ان انت تقعدي لحد ما اشوف موضوع كريم. الفيديو بيخلص، ويا رب يكون نال اعجابكم، واستنوني في باقي تسريبات مسلسل ستيلتو. اشوفكم على خير، وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.